هنقع هو مش داخل العرض ولا ايه؟ ارجع يا شباب نجم مصر مبروك يا نجم مبروك يا خديوي حبيبي يا ملك مبروك يا شباب خلي بالك مبروك يا زولا عوضي ليه ما اطرحش تذاكر للجمهور في العرض الخاص بوجودك؟ انا عزمت ان لا اقدر عليه ابيض عم ابيض حبيب اخويا عم ايه؟ ثواني ثواني على الفيسبوك والله عملنا لا على تيكيتات للجمهور مش زمان والله العظيم ثلاثة انا عملت كده والله العظيم زحمة جدا جوه والله العظيم خش خش خش